الاكتبي، اما في المركز الرابع. وفي المركز الرابع ياتينا مشاهدينا الكرام اللي هو ايضا مهدي سعيد بن عبد الله بطير العامري يتقدم على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز الفارس سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي يتقدم على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى، وهنا على المقدمة وعلى البداية الأولى في هذه اللحظات وفي الصدارة الأولى كما تشاهدون هنا المحيط سعيد بن راشد بن دغيش على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما في ثاني المراكز هذا هو لاضي عبد الله بن مطر بن حاده لفتبي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما في المركز الثالث اشوف هنا اللي قادم هذا هو الفارس سهيل بن عبيد بن يبيع السبوسي يتقدم مع المركز الثالث، بينما في رابع التحديات هذا هو مشاهدينا الاعزاء الدنقلاوي سهيل بن راشد بن دغيش على المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس راغب اللي واصل لنا بكل قوه في هذا الشوط، واصل هنا مشاهدينا الاعزاء لبي سالم بن سعيد بن كاسب المسافي في هذا الانطلاق الرائع والجميل في هذه اللحظه، ما شاء الله وتبارك الله. لكن العوده الى مقدمه الشوط، العوده الى الصداره الى البدايه الاولى، ها هو المحيط سعيد بن راشد بن دغيش اللي على المقدمة اللي على المركز الأول، يبقى يبحث عن الفوز عن الانتصار وتألقه بناموسي هذا الشوط. المركز الثاني الدنقلاوي سعيد بن راشد بن دغيش على المركز الثاني في هذه اللحظات، الدنقلاوي سهيل بن راشد بن دغيش، ولكن هنا في المقدمة المحيط سعيد بن راشد بن دغيش. الامتار الاخيره الله 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 الله، الاخوان يترابزون على الفوز،
على الانتصار، لكن خلاص تهانينا والناموس لمالك المحيط سعيد بن راشد بن دغيش على هذا الفوز والانتصار بينما ثاني المراكز الدنقلاوي سهيل بن راشد بن دغيش الاكتبي، اما في المركز الثالث وصل له في عبد الله بن مطار بن حاضر الاكتبي. التوقيت الزمني 6:22 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.